السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء اليوم 27 من رمضان. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإهدار الأحرار من المسائل، وقرب وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين. ثواب هذا الدعاء: من دعا به فكأنما أطعم كل جائع وأروى كل عطشان وأكسى كل مؤمن ومؤمنة كانوا في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.